شائعات وحقائق ننشر الحقيقة من المصدر. حقائق ترد على شائعات حول انتشار فيروس كورونا. لا يوجد مدى زمني يمكن تقديره لانتهاء الوباء في مصر أو العالم، ليظل الحل في إجراء الفحوصات وعزل وعلاج المصابين واتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقلل فرص العدوى وانتشار الفيروس لحين إيجاد علاج ولقاح للفيروس. يتم الإعداد للعودة التدريجية لمنشآت الخدمات الحكومية المختلفة لاستقبال المواطنين مع تطبيق الحزم للإجراءات الاحترازية والوقائية بما يضمن سلامة وصحة كل من المواطن والموظف. يعتبر التركيز الأكبر للدولة حالياً هو سرعة الانتهاء من كافة المشروعات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، سواء المشروعات الجديدة أو إعادة تأهيل المنشآت القائمة. لا صحة لامتلاء مستشفيات العزل الصحي وعدم قدرتها على استقبال مرضى فيروس كورونا، والمستشفيات مجهزة ومؤهلة لاستقبال حالة الإصابة بالفيروس وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها. تقوم الدولة بإعداد وتطوير العديد من مستشفيات الصدر والحميات ضمن استراتيجية تجهيز تلك المستشفيات لتكون مؤهلة على أعلى مستوى لعزل مصابي فيروس كورونا. يتم تنفيذ خطة لتدريب ورفع كفاءة القوى البشرية من الأطقم الطبية على معايير مكافحة العدوى وبروتوكولات العلاج. لا إغلاق لمستشفيات الصدر والحميات التي يجري رفع كفاءتها، حيث تسير عمليات التطوير بالتوازي مع استمرار تقديم تلك المستشفيات للخدمات الطبية للمواطنين. الشائعة: رفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلية. الحقيقة: وزارة البترول والثروة المعدنية تؤكد أن السعر الرسمي المعلن من الوزارة لاسطوانة البوتاجاز المنزلية هو 65 جنيها ولم يطرأ عليه أي زيادات، وتشدد على شن حملات تفتيشية على الأسواق لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية. الشائعة: زيادة ضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة 2020-2021. الحقيقة: وزارة المالية تؤكد أنه لا توجد نية لزيادة ضريبة القيمة المضافة بموازنة العام المالي 2020-2021، وذلك في إطار حرص الدولة على عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية. الشائعة: وقف صرف المعاشات لبعض الفئات نتيجة عدم توفر المخصصات المالية في ظل أزمة كورونا. الحقيقة: وزارة التضامن الاجتماعي تؤكد أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون، ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وتشير إلى انتظام صرف المعاشات لجميع المستحقين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية. الشائعة: تقليص المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2020-2021. الحقيقة: وزارة المالية توضح أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، حيث سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي والدعم النقدي لمعاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة 2.7% ليصل إلى 19 مليار جنيه. الشائعة: تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج. الحقيقة: وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تؤكد أن عملية تسجيل بيانات المصريين العالقين بالخارج الراغبين في العودة تتم بالمجان دون تحصيل أي رسوم مالية، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة دون الإعلان عن أي روابط أخرى للتسجيل. الشائعة: تراجع الصادرات الزراعية المصرية بنسبة 25% بسبب أزمة كورونا. الحقيقة: وزارة التجارة والصناعة تؤكد أن صادرات الحاصلات الزراعية بلغت 821 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 812 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما أن المنتجات الزراعية شهدت طلباً دولياً متزايداً رغم تفشي فيروس كورونا عالمياً، حيث قامت مصر بتصدير نحو 2,230,000 طن من الفاكهة والخضروات خلال الربع الأول من العام الحالي 2020. الشائعة: تداول أعلاف دواجن فاسدة بالأسواق مما تسبب في نفوق عدد كبير من الدواجن. الحقيقة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تؤكد أن كافة الأعلاف المستخدمة لتغذية الدواجن بمختلف المزارع مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية، ويتم إجراء فحص دوري شامل على جميع مصانع الأعلاف للتأكد من صلاحيتها، وكذلك شن حملات دورية على المزارع لفحص الدواجن والتأكد من عدم إصابتها بأي أوبئة. الشائعة: نقص الأسمدة الزراعية الصيفية بالجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية. الحقيقة: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تؤكد أن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي بكافة الجمعيات الزراعية، كما أنه تم بالفعل صرف وتوزيع أسمدة المحاصيل الصيفية لمعظم المزارعين، وتشدد على أن إنتاج مصر من الأسمدة يغطي كافة الاحتياجات بالسوق المحلية ويتم تصدير الفائض للخارج. الشائعة:
وقف تسليم أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة لأجل غير مسمى. الحقيقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضح أن أرقام الجلوس قد بدأ تسليمها بالفعل للطلاب في المدارس منذ يوم 12 مايو، كما أتاحت الوزارة إمكانية استعلام الطلاب عن أرقام الجلوس الخاصة بهم من خلال الموقع الإلكتروني. الشائعة عدم إمكانية رفع المشروعات البحثية إلكترونياً على منصة وزارة التربية والتعليم من خلال الهاتف المحمول. الحقيقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توضح أن الوزارة قد أتاحت للطلاب إمكانية رفع المشروعات البحثية على المنصة الإلكترونية من خلال أي هاتف محمول بنفس طريقة رفعها من خلال أجهزة الكمبيوتر، وذلك تسييراً على طلاب وأولياء الأمور. الشائعة إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف. الحقيقة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تشدد على توفر احتياطي كبير من إنتاج الكهرباء يكفي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتؤكد على نجاح الدولة برفع كفاءة شبكات الكهرباء بكافة محافظات الجمهورية بما يسمح بتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء على مدار شهور السنة. الشائعة تصريف مخلفات مصنع سكر نجع حمادي في نهر النيل. الحقيقة وزارة البيئة تؤكد أنه يتم تخصيص فرق دورية متخصصة للمعاينة الميدانية تقوم بتنشيط نهر النيل للتأكد من عدم وجود أي مخلفات أو تعديات من المنشآت الصناعية على مياه النهر، خاصة مع مصانع السكر، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.